انطلقت الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات في 12 من فبراير لعام 2017 بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونحو 4000 مسؤول شاركوا من 138 دولة من حول العالم. وتشمل القمة في دورتها الخامسة أول وأكبر تجمع دولي لخبراء ومختصين في مجال السعادة ومنتدى التغير المناخي والأمن الغذائي ومنتدى الشباب العربي. ومن المميز هذا العام هو إطلاق مشروع الطائرة العمودية ذاتية القيادة الذي تتبناه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والذي يأتي ضمن سياسة التغيير الكلي والذكي لمستوى الخدمات التي توفرها دولة الإمارات عموماً ومدينة دبي على وجه الخصوص. ويعد متحف المستقبل إحدى فعاليات القمة الرئيسة، فهو حاضنة فريدة للابتكارات والتصاميم المستقبلية، ويعمل على استشراف مستقبل قطاعات مختلفة من خلال دمج التطورات التقنية مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي فيها وأثر ذلك في حياة الإنسان. وعلى خلفية سعي القمة لتفعيل مشاركة الشباب وانطلاقاً من حرصها على تعزيز مفهوم الابتكار في مؤسسات القطاع الحكومي، تنظم القمة سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا الذي يضم 3 مسارات أساسية تشمل جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، وجائزة أفضل التقنيات الناشئة في الحكومات، وجائزة هاكثون الحكومات الافتراضية للتعاملات الرقمية. ولقد قمنا بمقابلة الفرق المرشحة في جائزة هاكثون الحكومات الافتراضية للتعاملات الرقمية وتعرفنا على مشاريعهم في المسابقة. Our team name is the Dubai Land Registry, which we entered into the virtual GovHack blockchain hackathon. We splitted our contracts into multiple contracts and that helped us to build the application faster. Hypergive is a platform that allows for the crowdsourcing of donations for the hungry and homeless in your community, and it ensures that donations are spent on food through the usage of the Ethereum blockchain and smart contracts. So the goal for HealthBlox is to unify the entire healthcare space, not only in the Philippines but the world, by using blockchain, NoSQL, and an extensible platform similar to ERPs out there. Project Oaken allows for machine-to-machine transactions, and that was really where my interest was. As we move to the future of autonomous vehicles and self-driving cars, it won't necessarily be the owners of the or the drivers of the vehicles that will be paying for both toll routes and parking, but it'll be the vehicle itself that may be paying for those transactions. الجدير بالذكر أن الجائزة برعاية أكسيوم تيليكوم، والتي تحرص دائماً أن تكون داعمة لهذا الشباب وللمشاريع الرائدة والذكية في مجال التكنولوجيا. Very grateful overall. First of all, thank you to the UAE for sponsoring such an event, especially a blockchain specific event. It's taken a long time for this industry to take off, and we're so happy that someone sees the value in it and is sponsoring teams to develop in that space. Echo, thank you so much for the governor of the UAE for having this competition, especially Sheikh Mohammed. This is a fantastic opportunity to showcase this groundbreaking technology, and we're just happy to be a part of it. Doubly so that we took first place in this hackathon. So thank you so much. إلى هنا نأتي لنهاية تقريرنا الخاص بالدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات. أتمنى إبداء إعجابكم بنا على صفحتنا على فيسبوك ومتابعة تغريداتنا على تويتر. زورونا على إنستغرام ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب. إلى اللقاء.